تداول الناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اللحظات الأولى لانفجار اسطوانات غاز في أحد مطاعم الشاورما بمنطقة الشونة الشمالية والذي وقع الأسبوع الماضي، ويظهر الفيديو انفجارا قويا هز أرجاء المطعم ومحيطه قبل أن تسارع قوات الدفاع المدني لإخماد الحريق الناتج عن الانفجار والذي أسفر عن إصابة شخص بضيق تنفس نتيجة استنشاقه أدخنة وغازات.